السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برج إيفل هو رمز العاصمة الفرنسية ومن أشهر المزارات السياحية على مستوى العالم، حيث يتوافد السياح من جميع بقاع الأرض لزيارته والتقاط الصور التذكارية أمامه وقضاء أوقات مميزة داخل طوابقه المتعددة ومطاعمه الرائعة. هو برج حديدي يبلغ ارتفاعه 324 متراً، يوجد في باريس في أقصى الشمال الغربي لحديقة شامب دي مارس بالقرب من نهر السين. أنشئت من طرف غوستاف إيفل ومعاونيه بمناسبة المعرض الدولي لباريس في سنة 1889. بني برج إيفل أمام قوس النصر في فرنسا بمناسبة مرور 100 عام على الثورة الفرنسية عام 1889، وسمي برج 300 متر في الافتتاح، وأصبح هذا المنشأ رمز العاصمة الفرنسية، وهو الموقع السياحي الأول، ويمثل تاسع موقع فرنسي الأكثر زيارة في 2006، وهو أول معلم من حيث عدد الزوار، حيث بلغ عدد الزوار 6.893 مليون زائر في سنة 2007، وأصبح برج إيفل لمدة 41 سنة المعلم الأكثر ارتفاعا في العالم. وتمت محاولات لزيادة ارتفاعه عدة مرات بتثبيت العديد من الهوائيات ليصل ارتفاعه إلى 327 متر في 8 مارس 2011، وتم استخدامه في العديد من التجارب العلمية، واليوم يبث من خلاله برامج الراديو والتلفاز. إليكم 10 حقائق ربما لا تعرفها عن برج إيفل. أولاً، عند افتتاح هذا البرج الضخم في عام 1889 كان أعلى مبنى في العالم، وفي عام 1930 أنشئت ناطحة سحاب تدعى كرايزر أطول بحوالي 18 متر، ولكن بعد إضافة العمود الهوائي بطول 24 متر فأصبح يفوق الكرايزر، يأتي في المركز الخامس ضمن أعلى مباني فرنسا. ثانيا، برج إيفل مطلي بثلاث درجات مختلفة اللون، الدرجة الداكنة في قاعدة البناء والأفتحة في الأعلى، ويغطى البرج ب60 طن من الدهان كل 7 سنوات لحمايته من التآكل. ثالثا، الشيف الشهير آلان دوكاس يمتلك مطعما مميزا بالطابق الثاني من البرج. رابعا، في عام 1912 مطور مظلات القفز الباراشوت قرر اختيار اختراعه من برج إيفل، فقفز من الطابق الثالث ولقي حتفه. خامسا، قبل تسليم باريس للألمان خلال الحرب العالمية الثانية، قام الفرنسيون بأعمال التخريب بمصاعد برج إيفل حتى لا يتمتع الأعداء بأشهر معالم المدينة، ولكن هتلر لم يستوقف ذلك وتسلق البرج على قدميه، وتم إصلاح المصاعد في عام 1944، وسمح لجميع جنود الحلفاء باعتلاء قمته. سادسا، هناك نسخ مصغرة من برج إيفل تتواجد في بقاع مختلفة من العالم، مثل لاس فيغاس والصين ورومانيا وكوبنهاغن وبلغاريا وكازاخستان. سابعا، غوستاف إيفل صاحب تصميم البرج حفر 72 اسما من أبرز علماء ومهندسي تلك الحقبة التاريخية على البرج. ثامنا، في الفترة ما بين 1925 و1934 استخدمت شركة سيتروين لصناعة السيارات الزوايا الأربع للبرج كلوحة إعلانية، وكانت أضخم دعاية إعلانية في تلك الفترة. تاسعا، بالرغم من ارتفاعه الشاهق فشخص واحد فقط لقي حتفه أثناء عملية البناء. عاشرا، زار توماس أديسون برج إيفل وتأثر بالمبنى تأثرا شديدا، وكتب في كتابه الضيوف: مسيو إيفل، لك كل التقدير والاحترام من كل المعماريين بما فيهم المعماري الأعظم توماس أديسون. Thank you.
للمزيد من المقاطع الرائعة اشترك معنا في القناة وكن فردا من عائلتنا المميزة في قناة أبدع ليصلك كل جديد. أبدع قناة الإبداع والتميز.